السلام عليكم متابعينا الأعزاء، متابعين صوت العدالة من مدينة أكادير أحييكم. إذا متابعينا الأعزاء، ظاهرة احتلال الملك العمومي كانوا وقفوا عليها في ربوع المملكة، هاد المرة في مدينة أكادير وبالضبط من سوق الأحد. شوفوا متابعينا الأعزاء، واحد الفوضى واستعمار للرصيف بصفة كلية، وفي بعض الأحيان حتى على الطريق اللي كمروا منه السيارات كنشوفوا يختلط يعني الراجل أو المواطن مع السيارات في الطريق، في خرق سافر للقانون وأمام السلطات أكيد في الطريق. هنا شوفوا استعمار كلي للرصيف، ما فهمتش الظاهرة اللي كتأرق المجتمع وكتحتل الأرصفة في المغرب كله. السلطات المحلية ما الدور ديالهم في هذه البلاد؟ هذا سؤال، هذا داخل في المهام ديالهم، محاربة احتلال الملك العمومي كما كنعرفوا التوصيات ديال السيد وزير الداخلية أو ديال بصفة عامة وزارة الداخلية. هذا أمر مؤسف، نتمنى التدخل، وكان معكم ربيع الدحاني.